بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه ورحمه وبركته من الان والابد امين. نتابع يا احبائي تاملاتنا في برنامج منهج حياه، كونوا رحماء فطوبى للرحماء. وقد تاملنا يا احبائي في كونوا رحماء، فالرحمه هي فيزة او تاشيره الدخول الى الملكوت الابدي. رب المجد في اليوم الاخير هيقول تعالوا الي يا مبارك ابي، رسل ملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني. فالرحمة هي فيزة أو تأشيرة الدخول إلى الملكوت الأبدي. ثم تأملنا في كونوا رحماء ليس فقط بالإحسان ولكن بتنمية كل إنسان، ليس فقط بالإحسان على عابر السبيل ولكن بتنمية كل إنسان محتاج في المجتمعات الفقيرة والمهمشة. ثالثا تأملنا في كونوا رحماء بحب وفرح وسرور. رابعا كونوا رحماء متيقنين أن الفقراء هم أخوة الرب الأصاغر. خامسا تأملنا في كونوا رحماء مترنمين، من يدك يا رب أعطيناك، أي بركة في إيدينا أحبائي من إيد ربنا، ورب المجد هو الذي يتسلم العطية من إيدينا، من يدك يا رب أعطيناك. سادسا تأملنا في كونوا رحماء بسخاء، زي ما بيقول معلمنا القديس بولس الرسول المعطي فبسخاء، وبيقول لتلميذه القديس تيموثاوس أوصي الأغنياء في هذا الدهر أن يكونوا أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع. ولو معناش كتير نعطي ولو من أعوازنا، زي المرأة الفقيرة التي أعطت فلسين فربنا قال أنها أعطت أكثر من هؤلاء الأغنياء. سابعا تأملنا في كونوا رحماء في الخفاء ومميزين، نميز لمن نعطي، زي ما قال معلمنا القديس يهوذا الرسول في رسالته ارحموا البعض مميزين. ثم بدأنا أحبائي تأملاتنا في طوبى للرحماء أو بركات الرحمة في حياة الرحماء. بركة الأولى من بركات الرحمة بركة لقاء الرب. رب المجد بنفسه يا أحبائي هو الذي يتسلم العطية منا، هو القدوس الذي قال كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، حق أقول لكم كل ما فعلتموه بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. البركة الثانية ربنا يبارك في جميع أعمال الرحماء وجميع ما تمتد إليه أيديه. هكذا قال سفر التثنية، اعطي أخيك الفقير ولا يسوء قلبك عندما تعطيه، لأنه بسبب هذا الأمر يبارك الرب جميع أعمالك وجميع ما تمتد إليه يديك. بركة التالتة ربنا يفيض بالبركة والخير على الرحماء. هكذا قال رب المجد على فم ملاخي النبي، هاتوا جميع العشور وجربوني يقول الرب، إن كنت لأفتح قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع، أفيض عليكم بركة حتى لا يوجد اتساع يتسع لها. بركة الرابعة ربنا يبارك نسل الرحماء. هكذا قال داود النبي مختبرا، كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، اليوم كله يتراءف ويقرض ونسله للبركة. بركة الخامسة ربنا يبارك حياة الرحماء بل تكمل بركتهم، كما قال يشوع بن ثراخ ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. بركة الستة ربنا ينجي الرحماء في يوم الشر. بركة السبعة ربنا يحفظ الرحماء. بركة الثامنة ربنا يحيي الرحماء. بركة التاسعة ربنا يجعل الرحماء مغبوطين في الأرض، كلمة مغبوط بمعنى مبارك وناجح. بركة العشرة ربنا لا يسلم الرحماء إلى أيدي أعدائهم. بركة الحداشر ربنا يعضد الرحماء وهم على فراش الضعف والمرض. هكذا ترنم معلمنا داود النبي الرحوم مختبرا وقال طوبى لمن يتفهم ويتعطف في أمر المسكين والفقير، في يوم الشر ينجيه الرب، الرب يحفظه، الرب يحييه، الرب يجعله مغبوطا في الأرض، الرب لا يسلمه إلى مرام أعداؤه،
الرب يعضده وهو على فراش الضعف، إنك مهدت مضجعه كله في مرضه. بركة الاثناشر، سعادة الرحماء، كما ورد في مزمور 112، سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض. بركة 13، الرحماء يدبرون أمورهم بالحق، كما ورد في نفس المزمور، سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض يدبر أموره بالحق. بركة 14، الرحماء قلبهم ثابت في التجربة من البداية للنهاية. هكذا قال داود النبي: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض، لا يخشى من خبر السوء. دي بداية التجربة، قلبه ثابت متكلا على الرب، قلبه ثابت فلا يخاف حتى يرى بأعدائه، ودي نهاية التجربة. بركة 15، الرحماء يرتفع قرنهم بالمجد، بمعنى بيكونوا في حالة نجاح وتوفيق ومجد روحي، كما قال داود النبي: سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرض يرتفع قرنه بالمجد. بركة 16، إن الرب لا يتخلى عن الرحماء، كما قال معلمنا داود النبي مختبرا: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه. والصديق في نفس المزمور بيقول عليه الذي يترأف ويعطي. من البركة 17 للبركة 25 يتكلم عنهم سليمان الحكيم. بركة 17، إن الرحماء يجدون نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس، كما قال سليمان الحكيم: لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس. بركة 18، إن الرحمة والحق يهديان الرحماء ومخترعي الخير. يقول سليمان الحكيم: أما يضل مخترع الشر، أما الرحمة والحق فيهديان مخترعي الخير. بركة 19، الرب يستر إثم الرحماء. قال سليمان الحكيم: بالرحمة والحق يستر الإثم. بركة 20، إن الرحمة والحق يحفظان الملك. بركة 21، إن الرحمة تسند كرسي الملك، تسند كرسي المسؤول. هكذا قال سليمان الحكيم: الرحمة والحق يحفظان الملك وكرسيه يسند بالرحمة. بركة 22، الرحماء يحسنون إلى أنفسهم بأعمال رحمتهم. هكذا قال سليمان الحكيم مختبرا: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه. بركة 23، الرب يجازي الرحماء عن معروفهم. هكذا قال سليمان الحكيم: من يرحم الفقير يقرض الرب وعن معروفه يجازيه. بركة 24، قال عنها سليمان الحكيم في أمثال 21 آية 21: التابع العدل والرحمة يجد حياة وحظا وكرامة. بركة 25، أن من يصنع رحمة ويرمي خبزه على وجه المياه يجد بعد أيام كثيرة. هكذا قال سليمان الحكيم في سفر الجامعة: ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجد بعد أيام كثيرة. من البركة 26 للبركة 28 تكلم عنهم توبيد الصديق في سفر توبيا. بركة 26، أن الله لا يصرف وجهه عن الرحماء. هكذا أوصى توبيد الصديق ابن توبيا قائلا: يا ابني لا تحول وجهك عن الفقير فيكون أن الله لا يصرف وجهه عنك. بركة 27، أن الرحماء ينعمون بمفعول الرحمة العجيب تجاه الخطية. توبيد الصديق قال لابنه توبيا: يا ابني كن رحوما حسبما تستطيع، لأن الصدقات تنجي من الخطية. وفي آخر السفر نسمع رئيس الملائكة رفائيل يقول لتوبيد وابنه توبيا: جيد أن يصنع الإنسان صدقة أفضل من أن يكنز ذهبا، لأن الصدقة تنجي من الموت وهي تطهر كل خطية.
إذن الصدقة تنجي من الخطية وتطهر القلب من الخطية. بركة 28 خير الرحماء. هكذا أوصى توبيد الصديق ابن توبيا وهو على فراش الموت وقال له: احفظ يا ابني الناموس والأوامر وكن محبا للرحمة وصديقا ليكون لك خير، ليكون لك خير في حياتك. من البركة 29 للبركة 31 نقرأ عنها في سفر يشوع بن سيراخ. بركة 29: الرحماء بالأرامل والأيتام هم أبناء الله المحبوبون. هكذا قال يشوع بن سيراخ في إصحاح 4: كن أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر مما تحبك أمك. بركة 30: إنما كانت الرحمة عند الله كخاتم عنده ويحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. هكذا قال يشوع بن سيراخ: صدقة الرجل كخاتم عنده فيحفظ إحسان الإنسان كحدقة عينه. بركة 31: نصرة الرحماء. نصرة الرب للرحماء. هكذا قال يشوع بن سيراخ: الأخوة والعون لساعة الضيق، لكن نصرة الرحمة فوق كليهما. بركة 32: نور الرحماء. بركة 33: صحة الرحماء تنبت سريعا. بركة 34: بر الرحماء يسير أمامهم يهدي طريقهم. بركة 35: مجد الرب يجمع شمل الرحماء ويحرسهم من خلف. هكذا قال الرب على فم أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك، نور الرحماء، وتنبت صحتك سريعا. صحة الرحماء تنبت سريعا، وبر الرب يسير أمامك يهيئ طريقك، ومجد الرب يجمع ساقتك. ساقتك بمعنى المؤخرة. مجد الرب يحرسك من الخلف ويجمع شملك. بركة 36 يا أحبائي أن الرب يستجيب لصلاة الرحماء، بل حينما يستغيثون به يقول: ها أنا ذا. هكذا قال الرب على فم أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. تستغيث فيقول: ها أنا ذا. تأملوا معي يا أحبائي أن ربنا يقول للرحماء: ها أنا ذا، حينما يستغيثون بي. بركة 37: أن الرب يقود الرحماء على الدوام. بركة 38: شبع وارتواء بل وفيض الرحماء. بركة 39: الرحماء ونعمة البناء والترميم. هكذا قال الرب على فم أشعياء النبي: أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، وإذا رأيت عريانا أن تكسوه، وأن لا تتغاضى عن لحمك، حينئذ تدعو فيجيب الرب، تستغيث فيقول: ها أنا ذا. تستغيث في ضيقة نفسك أو في حيرة نفسك، فربنا يقول لك اللي أنت عايزه: ها أنا ذا. تميز صلاة الرحماء. حينئذ يقودك الرب على الدوام. الرب يقود الرحماء على الدوام. حينئذ يشبع الرب في الجدوب نفسك، فتصير كجنة مروية وكنبع مياه لا تنقطع مياهه. شبع وارتواء وفيض الرحماء. حينئذ
منك تبنى الخرب القديم، تقيم أساسات دور فدور، فيسمونك مرمم الثغرة ومرجع المسالك للسكنة. مكان اللي كان مسكون وجميل تخرب وبقي مسالك، انت ترجعه للسكنة. الرحماء ونعمة البناء والترميم. أما البركة الأربعون يا أحبائي فهي اطمئنان الرحماء، وده اللي دانيال النبي قاله لنبوخذ نصر الملك: فارق خطاياك بالبر وأسامك بالرحمة بالمساكين، فارق أسامك بالرحمة بالمساكين لعله يطال اطمئنانك. اطمئنان الرحماء. أما البركة الحادية والأربعون يا أحبائي فهي طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. زي ما ذكرنا يا أحبائي إنه حديثنا في هذه البركة يدور حول ثلاثة محاور. محور الأول: من هم الرحماء؟ محور الثاني: طوبى للرحماء أو يا لسعادة الرحماء. محور الثالث: أن الرب يرحم الرحماء، اللي هي طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. من هم الرحماء؟ في ثلاث مجموعات من الرحماء أو ثلاث تعريفات للرحماء. نمرة واحد: الرحماء على الفقراء والمساكين. نمرة اثنين: الرحماء الذين فإن أحشاءهم بالرفق والحنو البالغ تجاه إخوتهم بني البشر، بل والطيور والحيوانات وكل المخلوقات. المجموعة الثالثة أو التعريف الثالث للرحماء: الذين يغفرون لإخوتهم. التعريف ده اللي ربنا قاله في مثل العبد غير الرحيم الذي ورد في متى 18، اللي سيده ترك له دينا كبيرا هو مرضيش يترك لأخوه 100 دينار، زي ما ربنا بيترك لنا خطايانا الكثيرة وإحنا ما بنرضاش نغفر لإخوتنا. هكذا قال الرب: أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. وقال ربنا في نهاية المثل: فهكذا أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه ذلاته. بدأنا يا أحبائي تأملنا في الآيات اللي وردت عن كونوا رحماء، طوبى للرحماء. تأملنا ما ورد في سفر الخروج، سفر التثنية، سفر اللاويين، سفر المزامير، سفر الأمثال، سفر الجمع، سفر توبيد الصديق، وبدأنا تأملنا فيما ورد في سفر يشوع بن سراخ. في سراخ 3 يقول: من صنع جميلا ذكر في أواخره وصادف سندا في يوم سقوطه. في سراخ 4 يقول: يا ابني لا تحرم المسكين ما يعيش به ولا تماطل عيني المعوز. لما تشوف في عينيه بس لا تماطله، ما تستنهوش لما يطلب، وإذا استنيته لما يطلب لا تماطل أن تعطيه. فالآية اللي وراها بيقول إيه؟ لا تحزن النفس الجائعة، كفاية أنه جائع، ولا تماطل المعوز بعطيتك. آخر آية خدناها الحلقة الماضية لما بيقول يشوع بن سراخ في سراخ 4: لا تأبأ إعطاء البائس سؤله، ولا تحول وجهك عن المسكين، ولا تصرف طرفك عن المعوز. ما تصاهلش، مش شفته وكأنك مش شايف، ولا تصنع شيئا يجلب عليك لعنة الإنسان، فإن من يلعنك بمرارة نفسه يستجيب صانعه دعاءه. يقول أيضا يا أحبائي يشوع بن سراخ في نفس الإصحاح في سراخ 4: أمل أذنك إلى المسكين وأجبه برفق
ووداع. أمل أذنك، مش تكلمه من غير اهتمام، لا أمل أذن. خلي بالكم يا أحبائي الفقراء والمساكين، نسبة كبيرة جدا منهم نفسيتهم مش حلوة، فما بيتصرفوش بنفسية سوية هادئة. كان دايما المتنايح البابا شنودة يقول: علينا ليس فقط أن نسد احتياج المعوزين، إنما أن نحتمله. في نفس الإصحاح يا أحبائي يقول يشوع بن سراخ: كن أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم، فتكون كابن العلي وهو يحبك أكثر من أمك. لما تراعي اليتامى والأرامل، لما تبقى أبا لليتامى وبمنزلة رجل لأمهم، تكون كابن العلي، تكون فعلا ابن ربنا وهو يحبك، ربنا يحبك، تصير محبوبا من الله، يحبك أكثر من أمك. لأن طبعا ما أعمق حب الأم، طبعا تشبيه بأعمق حب في الأرض اللي هو حب الأم، لما ربنا يحبك أكثر من أمك. آية جميلة جدا. في نفس الإصحاح في صراخ 4 يقول إيه: لا تكن يدك مبسوطة للأخذ، مقبوضة عن العطاء. نفس كلام ربنا اللي قاله: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. أعطوا تعطوا، أعطوا تعطوا كيلا جيدا مازوزا فائضا يعطون في أحضانكم. لا تكن يدك مبسوطة للأخذ، مقبوضة عن العطاء. في الإصحاح 7 من سفر يشوع بن صراخ يا أحبائي آية 10 يقول إيه: لا تهمل الصدقة، لا تهمل الصدقة، خليها في أولوياتك في اهتماماتك، لا تهمل الصدقة. في نفس الإصحاح يقول إيه: ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. افتح إيدك، خلي إيدك فرطة، خليك كريم، خليك سخي، خلي إيدك مبسوطة، ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك. في صراخ 10 يقول إيه: ليس من الحق أن يهان الفقير العاقل، ولا من اللائق أن يكرم الرجل الخاطئ. فقير ده أخو ربنا، ليس من الحق أن يهان الفقير العاقل، ولا من اللائق أن يكرم الرجل الخاطئ. في صراخ 11 يقول إيه: عطية الرب تدوم للأتقياء، عطية الرب تدوم للأتقياء الرحماء. كل ما تدي، كل ما ربنا يديك، كل ما تدي للفقير كل ما ربنا يديك. عطية الرب تدوم للأتقياء الرحماء. في نفس الإصحاح آية جميلة بتقول إيه: فإنه هين في عيني الرب أن يغني المسكين في الحال بختة. ربنا قادر يغني المسكين الفقير ده في الحال بختة. إنما أنت لما بتعطي الفقير والمسكين أنت بتاخد بركة، ربنا قادر يغني بختة وفي الحال، بس أنت بتاخد بركة. أنا دايما بقول ربنا هيبني كنايسه، بس لما نعطي احنا بناخد بركة.
ربنا يخلي باله من إخوته. إنما لما نعطي إحنا اللي بناخد بركة، زي ما سفر الأمثال بيقول الرحيم يحسن إلى نفسه، الرحيم يحسن إلى نفسه مش إلى الفقراء، هو بيحسن إلى نفسه. إصحاح 14 بقى في سيراخ 14 يقول إيه؟ قبل أن تموت احسن إلى صديقك، وعلى قدر طاقتك ابسط يدك واعطيه. على قدر طاقتك ابسط يدك واعطيه لكي تكمل بركتك. ابسط يدك للفقير لكي تكمل بركتك، كما ورد في سيراخ 7 آية 36. وهنا بيقول على قدر طاقتك ابسط يدك واعطيه، على قد ما تقدر. ياريت أكتر من العشور، لو تقدر 20% ماشي، لو 30% ماشي، لو أكتر ماشي، على قد ما تقدر. زي ما توبيد الصديق قال لابن توبيا: يا ابني كن رحوما حسبما تستطيع، كان لك كثيرا فكثير، وإن كان لك قليلا فقليل. على قدر طاقتك ابسط يدك واعطيه. نقرأ أيضا يا أحبائي في سيراخ 16: لكل رحمة يجعل الرب موضعا، وكل واحد يلقى ما تستحق أعماله. كل ما تعمل رحمة ربنا سيثمن هذه الرحمة جدا، وليها موضع كبير في عيني الله. لكل رحمة يجعل الرب موضعا، وكل واحد يلقى ما تستحق أعماله. كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. طوبى للرحماء. إلى اللقاء يا أحبائي في الحلقة القادمة إن شاء الله، لنستكمل تأملنا فيما ورد في سفر يشوع بن صراخ عن طوبى للرحماء. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.